السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانين، كلشي بخير؟ اش اخباركم؟ اش تتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم تتشاهدوا هذا لا فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غادي نمشي للسوق نتقدى، وغادا نديكم معايا ان شاء الله للسوق. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، ما تنسونيش من اللايكات، ولا عجبتكم قناه بنت ماما هنيه والمحتوى ديالها بارطاجيوها مع احبابكم مع الاصدقاء ديالكم. واش ما يتصوري معايا؟ تعالي غنسيب التصويره ديالك للالمان ياك؟ لا تصورتي معايا طلقك الراجل. حلو ما تقرب عاد، ما لقيتش خاصك. تعالي تعالي نعمروا الكاتاي. دوكا شحال تتعمر هذوك البريره تاعتي؟ هادو 5 دراهم. 5 دراهم براد. 5 دراهم البراد. هانتو النعناع المعاشي والنعناع ديال البور. هانتو
انتو العنب شحال داير العنب؟ داير اليوم العنب 10 ديال الدراهم. اربع سوق هو الزمامره. ها؟ اربع سوق هو الزمامره. اربع سوق. عطيهم العنب ما عطيهم ما عطيهمش. تعال عندنا العنب وعندنا كل شيء. يا ودي تعال ما تصورش شيء اخر الله يجزيك. عندنا غير الخرم. دير ليا درهم ديال القلية. هذاك طيحنا ويلي. ترى طيحنا. ومالنا بحالكم خوات والمشاهدين. وترى هذا هما اللي الكرار ضاربوا مع بعضياتهم كاع خافوا هبطوا حتى اللي انا بوحدي بقيت باركه. تما كتعتقل ابنا يا بار بارك ما كاينش السوق حتى بركاش مع البلايص. بورطابل هاو 3000 البورطابل سموك يا دوري جي 3000 ريال بورطابل. التليفون ديال الخدمه ديال العامه كنحملو برومو جوجي على البورطابل ديالو اليوم 3000 ريال. واحد التليفون اربع تليفون ركب هنا وجرب هنا وعيط هنا هذا التليفون اخويا. عادي ما يتضارب عادي ما يتضارب.
حسنا كنا بعدا من اللي خرجنا صافي عندي طول ديال الحاله الموضوع ديال لا راك رجعتي فيها خويا شوف المراه الاول لا لا دارو بارك عليك هنا ودابا خوتي خواتاتي هاني جيت للدار من بعد ما تقديت داكشي اللي قسم الله راني تقديته كيف ما شفتوا معايا في الفيديو راه كل حاجه راني جبت منها شويه شويه ولكن في الاخر كانوا غادي يقلبونا مولي الكرارس كانوا ضاربوا واحد مول الكروسه اللي كنا راكبين معاه رجع في واحد مول القليه وكانوا غاديين يضاربوا مهم كل شيء هرب كل شيء هبط هبط بقيت غير انا بوحدي جالسه في الكروسه مهم غدا نقول لكم السلام عليكم تهلاو فروسكم كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم حتى الفيديو جديد ونهار جديد.